كنا نطلع على الشارع. نادي أخي عشان كنا نتعشى، طلع عملت له إشارة وردش علي، طلع السماء في صاروخ اجا فيا، صوبنا انا وياه، انا بجريت كان ويدي او بالصوب كمان. البنت كانت راح تنادي اخوها شاور له انه يعني عشان تثبت ابوها بدي يجيب لهم العشاء اللي يتعشوا، فصار الحدث وطلعنا نجري. دورنا على البنت بيجي ساعتين لما لقيناها، طلعت انا وما وصلش لها. كنت نفسي أطلع ممرضة ورسامة، فقدت إيدي اليمين لقتني على الجنة وبعرفش أتحكم بإيدي الشمال، بس إن حدا ينتبه لها يعني بعين الرحمة للبنت، يعني كوضع صحي إلها ولا أخوها الثاني عنده برضه إصابة في الحوض وعنده كسر في رجله. نفسي أتعالج، ركبوا لي أطراف لإيدي وزريت كامل.